شعب تسلسل نور وقلبه في هواك منعم بسرور. كأنما إذ تلاه عبد تسلسل نور وقلبه في هواه منعم بسرور. فاقرأ سبيل النجاة وارسم على من رسم، هو الحياة والحياة وهو الهدى والقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، أيده ربه بمعجزة القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسم التنزيل. في حلقتنا لهذا اليوم نواصل الحديث عن الكلمات التي رسمت بحذف الألف بعد السين في رسم المصحف الشريف، فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أربع كلمات من هذا النوع. فاصل قصير ثم نعود إليكم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. كأنما إذ تلا، كأنما إذ تلا عبد تسلسل نور وقلبه في هوى منعم بسرور. حياكم الله أعزائي المشاهدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أربع كلمات في باب حذف الألف بعد السين. أما الكلمة الخامسة في هذا الباب فهي كلمة تساقط. من يذكر لنا يا أبنائي الموضع الذي وردت فيه هذه الكلمة في القرآن الكريم؟ تفضل يا اليزن. في قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بارك الله فيك يا اليزن. في أي سورة وردت هذه الآية؟ في سورة مريم. أحسنت، في سورة مريم عليها السلام. الكلمة الخامسة في باب حذف الألف بعد السين هي كلمة سامرة. أين وردت هذه الكلمة يا أبنائي؟ من يعرف؟ تفضلي يا آلاء. في سورة المؤمنون. جميل. في قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. بارك الله فيك يا آلاء. الكلمة السابعة في باب حذف الألف بعد السين في القرآن الكريم هي كلمة أسورة. أين وردت هذه الكلمة وفي أي سورة؟ تفضل يا حسن. في سورة الزخرف. جميل. في قوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه
أو جاء معه الملائكة مقترنين. بارك الله فيك يا حسن. هذه الكلمة يا أبنائي ورد فيها قراءة أخرى وهي أساورة، فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. فرسمت هذه الكلمة بحذف الألف بعد السين ليحتمل رسمها القراءتين الواردتين بها، فمن قرأها أسورة وافقت قراءته الرسم تحقيقا، ومن قرأها أساورة وافقت قراءته الرسم تقديرا، أي بتقدير ألف بعد السين. وقد وضع علماء الضبط لمن قرأ بهذه القراءة، وضعوا له ألف إشارة صغير بعد السين للدلالة على الألف المحذوفة. نأتي بعد ذلك إلى الكلمة الثامنة في باب حذف الألف بعد السين وهي يسارعون. هذه الكلمة وردت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، من يذكر لنا أحد هذه المواضع؟ تفضلي يا فاطمة. في قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله فيك يا فاطمة. في هذا الموضع رسمت كلمة يسارعون بحذف الألف بعد السين، وكذلك في المواضع الأخرى في القرآن الكريم. الكلمة التاسعة في باب حذف الألف بعد السين في رسم المصحف الشريف هي كلمة إحسان، كيف جاءت في القرآن الكريم؟ من يذكر لنا موضعاً لكلمة إحسان من كتاب الله الكريم؟ تفضل يا إلياس. في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بارك الله فيك يا إلياس. في أي سورة وردت هذه الآية الكريمة؟ في سورة الإسراء. جميل جدا. العمل في مصاحفنا يا أبنائي على حذف الألف بعد السين من كلمة إحسان حيث وردت في القرآن الكريم عدا الموضع الأول لها، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، بسورة البقرة. فقد رسمت في هذا الموضع بإثبات الألف بعد السين. وسوف نكمل دراسة بقية الكلمات في باب حذف الألف بعد السين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين، بقي لنا من فقرات هذه الحلقة دراسة الخط العربي مع الخطاط الأستاذ محمد القاسمي. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل. فاقرأ سبيل النجاة وارسم على من رسم، هو الحياة والحياة، هو الحياة والحياة، هو الحياة والحياة، وهو الهدى والقيم. أهلا بكم من جديد. نأتي الآن إلى فقرة دراسة الخط العربي مع الأستاذ محمد القاسمي. حياكم الله أستاذ محمد. الله يحييك أستاذ، بارك الله فيك. اليوم بمشيئة الله تعالى نتدارس كيفية رسم حرف الراء. نعم. بعد أن تعرفنا
على كيفية كتابة حرف الدال في الخط الكوفي القديم. يأتي بعد الدال طبعا حرف الذال وهو في نفس الرسم. طيب كيف نكتب حرف الراء أستاذ محمد؟ حرف الراء وحرف الزاي أيضا لهم رسم واحد لا يختلفان في مواقع الكلمة، سواء في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة. جميل. أو في آخر الكلمة. نعم نبدأ بحرف الزاي الراء. جميل. هل يختلف رسم حرف الراء والزاي في الخط الكوفي القديم عن الخطوط الأخرى؟ نعم يختلف. طور شأنه شأن حرف الدال وشأنه شأن بقية الحروف أيضا طورة. جميل. نعم جميع الحروف طورت. هل يمكن أن تذكر لنا مثالا لهذا الاختلاف أو هذا التطور؟ أضيف إلى هذه الحروف بعض الزخارف الإسلامية. نعم. وبعض الحركات الفنية. جميل. وأصبحت يعني خطوط حرف الكوفي لها أشكال عدة ومختلفة. جميل. نعم جميل. طيب نريد مثالا لكلمة بحيث نعرف كيفية رسم حرف الراء. نعم. في وسط الكلمة أو في بدايتها أو في نهايتها. نعم نعم. مثلا في كلمة راشد حرف الراء حرف الألف شكرا لك أستاذ محمد على هذه المعلومات القيمة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخ. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن للعالمين هدى، فكل رسم من